بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان المسلمون في القرون المفضلة يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، فما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به في العقائد وفي غيرها، لأن الله أمر بذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. عرفوا من ذلك قرب أجله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي، إن تأمر عليكم عبد حبشي، تقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أصحابه، وهي وصية للأمة إلى أن تقوم الساعة، وهي طاعة من ولاه الله أمر المسلمين من الولاة، وعدم الخروج عليهم، وعدم الوقوع في أعراضهم ونشر أغلاطهم أو ما يحصل منهم على الملأ، بل إنهم بشر يخطئون ويصيبون. ولكن مع هذا، ما إذا كانوا ولاة أمر فيتلزم طاعتهم لأجل جمع الكلمة ودرء الفتنة، وولي الأمر المسلمين يكون واقيا لهم من عدوهم بإذن الله، يحمي الثغور ويحكم الشريعة وينصف المظلوم ويرد على الظالم وينشر الأمن والاستقرار، وإن كان هو في نفسه عنده نقص، ما دام أنه ولي أمر وإن كان عنده نقص فإنه تلزم طاعته لأجل جمع الكلمة ولأجل حفظ ثغور المسلمين من تسلل الأعداء ولأجل قيام الدولة الإسلامية، فيه مصالح. ولا يجوز لأحد أن ينشر أخطاءهم وأن يتنقصهم، لا يجوز هذا، ولا يجوز إظهار معائبهم. هذا من شق عصا الطاعة الذي ينشر معايب ولاة الأمور ويروجها
هذا من شق عصا الطاعة، وهذا مذهب الخوارج. والخروج على ولي الأمر يتنوع، منه خروج بالسلاح، ومنه خروج بالكلام، ومنه خروج بالاعتقاد، ولو لم يكن مسلحا، ولو لم يتكلم. إذا كان في نيته واعتقاده أن ولي الأمر أنه لا يصلح للولاية وأنه هذا خروج، نوع خروج، فلا يجوز شق عصا الطاعة. من أتاكم، قال صلى الله عليه وسلم، من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق، أن يفرق كلمتكم ويشق عصا الطاعة، فاقتلوه كائنا من كان. لا يجوز إتاحة الفرصة لمن يسب ويشتم ويتنقص، لا يجوز هذا، لأن هذا ما هو ضرر على ولي الأمر فقط، هذا ضرر على المسلمين. يترتب عليه الخروج على ولي الأمر، شق عصا الطاعة، تسلط العدو، وحدوث الفتن بين المسلمين، وسفك الدماء، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز الحط من قدر ولي الأمر ما دام أنه مسلم، ما دام أنه مسلم فإنه لا يجوز، وهو ولي أمر تلزم طاعته، ولا يجوز سبه، ولا يجوز الخروج عليه بالكلام أو بالفعل لأجل جمع الكلمة ودرء الفتنة وجمع كلمة المسلمين ونشر الأمن، المصالح التي لا تخفى والمضار التي لا تخفى في الخروج عليه وشق عصا الطاعة. كان الإمام أحمد رحمه الله لقي من التعذيب، ولقي من السجن، ولقي، ومع هذا كان يدعو لولي الأمر ويقول: لو أعلم أن لي كلمة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يحرصون على جمع الكلمة، ويحرصون على السمع والطاعة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أو في رواية عبد حبشي، في رواية مجدع الأطراف، يعني مقطع أطرافه، فلا يجوز تنقصه، ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من الشرور والفتن. ولي الأمر أمر المسلمين يؤمن الله به الحدود، ويؤمن به الثغور، وولي أمر المسلمين يقيم الجهاد في سبيل الله، ويرد الأعداء عن بلاد المسلمين. ولي الأمر ينفذ الحدود، يقيم الحدود. ولي الأمر يمنع الظالم وينصف المظلوم، فيه مصالح عظيمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما عرف أن جماعة خرجوا على ولي أمرهم إلا كان حالهم بعد الخروج شرا من حالهم قبل الخروج. هذا في التاريخ، تاريخ العالم، لا يجوز هذا. ولاة الأمور، أمور المسلمين، لهم حرمة ولهم مكانة، ويجب الدعاء لهم، من حقوقهم علينا أن ندعو لهم بالنصر والتأييد والصلاح، ولا نسبهم ولا نقع في معائبهم أو ننشرها، فإن هذا مذهب الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا على عثمان أول شيء، قتلوا عثمان ثم قتلوا علي بن أبي طالب، هم الخوارج في كل زمان، لو يظفرون لنشروا الشر في الأمة، ولكن الله أذلهم، ولكن الله أذلهم وكف شرهم عن المسلمين.
والآن فيه من ينشر مذهب الخوارج، كثير من ينشر مذهب الخوارج ويحرض المسلمين على ولاة أمورهم، فيجب الرد عليه، ويجب التحذير من شره، ويجب البيان، يجب على المدرسين في المدارس وعلى خطباء الجوامع وعلى الدعاة إلى الله أن يبينوا هذا الأمر، لأن الناس اليوم بحاجة إلى بيان هذا الأمر لئلا تروج عليهم شبهات الخوارج التي يروجها جماعات معروفة لا تخفى، فيجب القيام في وجوههم وصد شرهم عن المسلمين، هذا واجب. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وليائمة المسلمين وعامتهم. الأئمة ولاة الأمور، والعامة الرعية، يكون المسلم وطالب العلم بالخصوص ناصحا لهم بالدعاء لهم وجمع الكلمة عليهم، جمع القلوب عليهم، تحذير من الخروج عليهم، هذا من النصيحة لهم لولاة الأمور، وهي نصيحة للأمة، نفعها للأمة، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين، هذا هو الدين. وليس من النصيحة إظهار المعايب ونشر، نعم إذا كان عندك ملاحظة على ولي أمر تبلغه إياه بينك وبينه، من رأى على ولي أمره شيئا فليأخذ بيده ولينصحه بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد برئت ذمته. أما أنه ينشر على الناس هذه الأمور ويروجها ويحدث شرا وفتنة بين المسلمين وولاة أمورهم، فهذا شر عظيم. من المعلوم أنه بعد القرون المفضلة جاء ولاة فيهم ما فيهم، ومع هذا الأئمة من أهل العلم كانوا يجمعون الناس على طاعتهم وعلى نصيحتهم وعلى، ولا خرجوا عليهم لما في الخروج عليهم من الشر العظيم الذي هو أكثر من الصبر على ولايتهم. هذا أمر يجب معرفته ويجب نشره في الناس، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشرور والشبهات وصارت تنتشر وظهر جماعات تنشر هذه الأشياء لتفرق بين المسلمين ولتسفك دماءهم وليكونوا بوابة للعدو الكافر أن يدخل أو يتدخل في بلاد المسلمين. فالواجب معرفة هذا الأمر، وهذه العقيدة الواسطية ترسم لكم الخطة التي يسير عليها المسلم من طلاب العلم ومن العوام، ترسم الخطة التي يسير عليها ولاة الأمور والتي تسير عليها الرعية. هذه الرسالة المختصرة المفيدة، العقيدة الواسطية، فيها رسم للخطة التي يسير عليها المسلمون من العلماء وطلاب العلم ومن العوام. نعم.